تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً في اليمن مع استمرار الحرب التي تدخل شهرها الثالث، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي عدد السكان لا يحصلون على احتياجاتهم الغذائية والدوائية وسط تحذيرات دولية من نفاد المخزون الغذائي. الحرب في اليمن تدخل شهرها الثالث، والوضع الإنساني كارثي بامتياز، وشبح المجاعة يهدد نصف السكان كما تقول المنظمات الدولية. التقديرات تشير إلى أن ثلثي عدد السكان لا يحصلون بسبب الحرب على مياه صالحة للشرب واحتياجاتهم من الغذاء والدواء، كما تشير أيضا إلى أن أكثر من 8 ملايين طفل بينهم نحو 1 مليون رضيع يعيشون كارثة غذائية وصحية. أوضاع بالغة التعقيد أجبرت الكثير من الأسر على العيش تحت الإقامة الجبرية في أحياء شبه خالية من السكان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. صعب جدا في تعز، الشهداء، الأطفال، البيوت، القصف العشوائي على المنازل، نودع كل يوم شهيد، كل لحظة شهيد، ليس كل يوم شهيد. لا كهرباء، المجاري طفحت، الجهال بطون أنوار ما ملل، ولا معانا أدوية ولا معانا شيء. وتظل المعونات التي تقدمها المنظمات غير كافية، خاصة مع تزايد التحذيرات الدولية بنفاذ المخزون الغذائي لنحو 60% من الأسر اليمنية بشكل كلي. وأيا كانت الاحتمالات المتوقعة أو غير المنتظرة التي قد تنهي الحرب وتداعياتها، فاليمنيون أكثر من غيرهم من يدفع فاتورتها ويكتوون بلظاها. يعجز المراقبون عن التنبؤ بمآلات هذه الحرب، كما تعجز أطراف الصراع عن التحكم فيها، غير أن الأهم من ذلك هو فقدان الأمل لشعب كان ولا يزال يحلم بحياة كريمة وعيش رغيد.